بكم مشاهدينا الكرام في كوزينتكم الجديدة كوشة مع الشيف فهيمة. اليوم راني حندير لكم خبز سميد ولا بان سومون. نروحوا للمقادير. عندنا كيلو تاع سميد، ديما في كيلو سميد ولا فارينة كما قلت لكم 20 غرام خمارة تاع الخبز. عندنا مغرفة صغيرة تاع اليوم ندير غير مغرفة صغيرة للخمارة، ما نديرش داخل العجينة، تاع السكر كريستاليزي باش يديفلوبي لي الخميرة تاعي. عندنا 20 غرام تاع الملح، عندنا زرارة، وعندنا سميد اللي نذرذرو من الفوق، وعندي الماء سخون. اليوم ما نديرلهاش الزيت. نروحوا للتحضير. طريقة سهلة، ندير سميد دائما كما قلت لكم، نبداو بالحاجات الناشفين او ميم طون نخلط الخميره تاعي، نبدا بها 20 غرام، ندير لها غير شويه سكر باش تدير لي فيه وما دافي، ما نديروش الماء سخون، ما سخون يحرقها لي، ندير ما دافي. الخبز تاع السميد تاعي يحب العجين ويحب العجينه تكون شويه يابسه، تاع فارينه ما عنده حاجه، بصح تاع السميد لازم تكون شويه يابسه، ونعجنها ونزيد لها الماء بالعقل بالعقل باش نديفلوبي الجلوتين تاعي. ندير الملح تاعي، توجور الملح ماشي مع الخميرة، ندير شوية زرارة. كاين اللي ميحبش يدير لومي، أنا نحب ندير الزرارة فيها حبة حلاوة والبسباس والسانوج، واللي حب يدير سانوج وحده يدير سانوج وحده. شوف الخميرة تاعي، خليها غير شوية تخمر، نخلط كما قلت لكم لازم الليمو يابس، وكي نعجنو نبدا بالعقل نزيد الماء، توجور نديرو طرشون من تحت باش يساعدنا. إذا خصني نزيد لازم لايمها يابسة. الخبز كي نعجنوه في ديورنا بيدينا خير من هذاك الخبز ينشروه برا. ها هو نبدا دوكا نزيد في الماء العقل، بالعقل بالعقل حتى يتلايم لي، وانا راني درت الماء تاعي يسخن يسمى دوك انا بفيه يخمر لي الخبز. نزيد شويه ماء، نزيد هنايا باش كي نكون نعجن فيه، هاكا نسهل على روحي الخدمة. هبدا يتلايم، لازم يتلايم يابس.
نلم كامل السميد تاعي، ومن بعد باش نعجنو نزيد هنا شويه السميد، يحب العريق ماشي كيما الفرينه، باش الوليته نتاعو يخرج له لازم نعركوه مليح. لا يمكا لا يمليه حاجة تعيدنا نخدموها، انا عارفين وش انا ناكلو. نمسح انا باش نعركوه ونخلي الماء تاعي، بعد الدوزان ما سحقهمش. ها هي العجينة تاعي، دوكا نعجنها نحي هذه. ومام طول الماء عندي نزيد شوية، وانا لي نعجن ونزيد في الماء. بسم الله، ها خبز السميد هكا يتقطع، ومن بعد كحتة تولي اون بات مول. يحب لا يحب يتعجن بزاف، وانا راني ميبساتو شويه نعجنو دوكا، بعد نبدا نزيدلو في الماء. ان شاء الله تشوفوا معنا خبز الشعير، تشوفوا بان كومبلي فيه الشعير والنخاله سمول دوبلي. كاين بزاف الانواع تاع الخبز المطلع، ان شاء الله كامل تشوفوهم معنا. دوكا نبدا نزيد في الماء ومامتو راني نعجن. هكا ندخلو كامل الماء يشرب الماء هذاك. كل عجينه واحده تبدا تلق في روحها، ها نزيد له الماء ندخله له. هكا ندخلوه مليح الماء ونمتو نعرك. هذا هو خبز السميد، حبل عجين، لازم نخدمو يدينا شوية. إن شاء الله النتيجة تكون تعجبكم. هادت العجينة تطلق في روحها، زيدوا شوية ماء، ندخلوا له كامل الماء. كاين اللي يحبوا يعجنوا في البيتخا، ما انا نحب نعجن بيدي يا والفت.
تقالوش بزاف، ليمولو كامل هذاك الماء، ندخلوه له مليح، بعد نديروه يخمر حد ربع ساعة ولا. ها هي وجدت، ها هي السلطه تاعي. ندير شويه زيت، باش كي تخمر لي ما تلصق ليش، فاسيلمون نحيها. ها هي بابي فيل تاعنا، خلوها واحد ربع ساعة 20 دقيقة تخمر لنا، ومن بعد نجبدوها نفاسونيوها، نزيدو نخلوها تخمر، ومن بعد كنطيبوها. نوريكم الطريقة اللي نخمر بيها. أنا ندير العجينة هكا في الفوق، والماء تاعي راهو سخن، هاو كان يغلي. هذه لا فابور تساعد في التخمير تاع الخبز تاعي. انا دوكا نقي البلون دو طرافاي تاعي ونستنى الخبز تاعي يخمر، وان شاء الله نتلاقاو باش نفاسوني والخبز تاعنا. رجعنا لكم بعد ما الخبز تاعي خمر لي واحد 20 دقيقة، دوكا نفاسونيوه. هاو تنحى فاسيلمون خاطر استعملت الزيت. هاو دوكا نكسرو له الخميره تاعو، ومن بعد باش نديروه فوق لا دوزيام فوا يخمر لنا حتى نفاسوني. كاين اللي حاب يوزن هذا الخبزات، مي انا نورمال نديرهم. نحطهم هنا نكبرهم هكا، المهم الزيت هاي تساعدني. سهل لي الخدمة تاعي. نجيب البلاطو، اذا ما عندكمش هادو استعملوا لي بلاطو نورمال تاع الكوشة تاعكم، وديروا لهم شوية زيت. ندير لكم جوغ دي باغيت، هي عجينة واحدة وكل واحد كيفاش يحب يديرها. ندير لكم دي باغيت هكا، الخميره كي تخمر مليح وتشد وقتها تجينا شابه، ما من الخبز تاعنا يجي شباب. ها لي باغيت تاعي هادو، نزيد لكم اشكال واحد اخرين. كاين بزاف اشكال، نستعمل شويه زيت. انا درت هنا الزيت انا وجدتها باش تساعدني.
ديرهم لكم هكا وكل واحد كيف يحب يدير. ندير شوية زيت باش تساعدني في خدمتي. دوكا انا ندير السميد اللي كنت خليته بيسك هو خبز تاع السميد. ندير الماء هكا باش يلصق لي السميد تاعي. دوكا انا ندير له السميد خليه يزيد يخمر. وانا غادي نقطعهم بالموس هكا. واللي عنده في الدار يحب موس جيلات الا مولا يواسي بيها. دوكا نديرو السميد تاعنا. دوكا نخليو الخبز تاعنا يخمر واحد ربع ساعه واحد اخرى ولا 20 دقيقه. نديروه يطيب في الفرن مده 15 دقيقه في درجه تاع 200 في درجه 200 درجه. ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. شكرا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع الخبز اليوم. جربوها وصحه رمضانكم. سلام.